وانا وقتها عندي شويه مشاكل مع الزمالك، انا ممكن انا عملتها يعني يقول لك تو الناس ما تعرفهاش. حكينا على الفتره الانتقال هذاك، هذاك انا امين عشت في مصر في الزمالك اقسم، والناس تعرفني والزمالك يحبوني وجمهوري يحبني حتى في الفيسبوك، وملاعبيه تو لعبوا معايا حازم امام وشيكابالا وعمرو زكي وجمال حمزه نسميهم لك الكل يحبوني ويكلموني في الفيسبوك ويجي لمصر، معناها نفرحوا بيك. الزمالك ممكن ليكيب الوحيد اللي ظلمته، يعني خاطر معناها انا تعبت شويه في مصر، خاطر المشكله في مصر يا كنت انا ونيس بوجلبان ديما بعضنا، مع ان انا مانيش معرس، هو معناها مازال معرسش ولا عرس بعدها ومرته هنا وصغار وما تعرف صعيب شويه، معناها كنا لقينا الادابتاسيون في البلاد والواحد هذيك وما لقيناهاش سهله، فهمت وتعرف عازب والدنيا كله تطير، ولو انهم غادي يقدروا برشا اللاعبين نتاع الكره ويستاهلوا، انا يحبوني برشا يا باشا، انا يحبوني برشا، حتى تو كيكلموني للتلفاز ولا الراديوات غاديك على ماتش الزمالك والاسبيرونس، صدقني لما يجيبوا خاطر يجيبوا لاعبيه تو قناه الزمالك يجيبوا لاعبيه من الزمالك ولا راديو مش يحكي على الزمالك يجيب من الزمالك، صدقني يحبوني برشا معناها ونعرفهم مش معناها كلام برا، خاطر انا في الزمالك لعبت عمين ما حتى ما حسبت الجمله، ما صارت شويه مشاكل بعد كي جيت الاسبوع قلت لي ظلمت الزمالك كيفاش؟ ظلمت الزمالك الناس معناها فما ماتشوات مش يقولهم لك، معناها باش جيت لهنا لازم نعمل مشكله باش نجي لهنا. مثلا اش عملت؟ معناها فهمتي اي مشكله معناها لازمك تعمل مشكله باش ما تجيش. مع شكون عملت مشاكل؟ ما عملتش مشاكل لبرا، معناها صارت مع الجمعيه مع لونترونور، عملت كيكه وحدي. شريت مشاكل باش تخرج معناها؟ اي باش نخرج من الزمالك. وجيتهم قبل الماتش نلعبوا ضد المقاولون، ذكرها المقاولون العرب. جيتهم قبل الماتش قلت لهم مضروب. ما نجبش. وانت لابس عليك؟ انا لابس عليك. هذه عملتها غلطة زادة جم. ذاك وقتها باش نخرج. خاطر الكونتاكت صار ما بين إدارة الترجي والزمالك، قالوا له هز زي ملاعبي اللي هذاك. وعندي شهود وعندي عباد تسر. فلوس أكثر كان الاسبيرونس. لا والزمالك فلوس أكثر. ما علاش حبيت نمشي للاسبيرونس؟ هكا معناها حبيت نخرج وسي طارق جبناها توا، سي طارق بوشماوي هو اللي جابني لهنا، هو اللي بصراحه انسان نكون له كل احترام، راجل وسيد رجال يموت على الترجي، يحب الترجي برشا، وانا شفته خاطر هو اللي ما يعيش في مصر، هو صار كونتاكت غادي، بعد هو اللي كلم رياض وكلم سي حمدي، معناها هما يكلموا فيا ومن بعد يكلمني هو، وهكا بحذاك معناها قنعوا باش يجي، وجيت وقعدت بحذاه قداش من مره، لكن السيد هذاك كل احترام سي طارق من اعز الناس ومن ارجل العباد اللي شفت معاهم برشا ملاعبيه وعاون برشا جمعيات.